أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن تحرم ما أحل. يا أيها النبي قل لمن تحرم ما أحل. ما أحل النبي لمن تحرم ما أحل. تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة لكم تحلة أيمانكم والله موليكم مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا أسر النبي إلى النبي إلى من أزواجه حديثا فلما نفعت به وأظهره الله عليه عرف مضه وأعرض عن مضه. فلما نبأها به قالت من نبأك من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوفى إلى الله فقد صوت فاقبل صوت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. قال ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. قال ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا ربه إن طلقكن أن يبدله طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأتون الله ما أمرهم ويفعلون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأتون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأتون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عظيمة أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسري. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وفي أيمانهم ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وفي أيمانهم يقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي النبي شاهد الكفار والمنافقين عليهم
ومأويهم ومأواهم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وابلس وبئس المصير. يا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. تبارك القانتين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء التي أحصنت التي أصل فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. تبارك القانتين تبارك هو كتابه فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكان من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل ما تحرم ما أحل يا أيها النبي كل ما تحرم ما أحل النبي لما تحرم ما أحل تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة لكم تحلة أيمانكم والله موليكم مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا أسر النبي إلى النبي إلى من أزواجه حديثا فلما نفع به وأظهره الله عليه عرف مرضه وأعرض عن مرض. فلما نبأها به قالت من نبأك من نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. تتوفى إلى الله فقل صلى قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قادر ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات سائحات عابدات سائحات. قادر ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا ربه إن طلقكن أن يبدله طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا
يا أيها الذين كفروا لا تنتظروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عظيمكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسري يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وفي أيمانهم ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي يا أيها النبي النبي شاهد الكفار والمنافقين احرص عليهم ومأواهم جهنم وبئس وبئس المصير يا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين تبارك القانتين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء التي أحصنت التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين تبارك القانتين تبارك خلو كتابه فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكان من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان.